وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة أرورو. تنظم الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالمياً. استقبل وزير البترول طارق الملا وفدا من شركة ميديتيريا الكندية للطاقة، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطط عملها لرفع معدلات إنتاج البترول الخام، واستعرض وفد الشركة موقف أعمالها في مناطق امتياز كومومبو ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء وأنشطتها لتنمية وإنتاج البترول الخام والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرا. بحث وزير البترول طارق الملا ورئيسة شركة بريتش بتروليوم البريطانية للغاز أنشطة الشركة في مصر. تم خلال اللقاء استعراض أنشطة بي بي كمشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج ماريوت وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط. أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار، وذلك بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية واتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونايتد. سوف نرى التجارب المختلفة من العالم التي ساعدت في تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار وتبكير الشباب والمرأة وكيفية نقلها وتعزيزها في المنطقة العربية، وأيضا نقل التجارب العربية ومنها تجربة النموذج البحريني العربي لريادة الأعمال والابتكار إلى مختلف دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة. وللمزيد حول فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي رواد الأعمال والاستثمار تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد بجامعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار، والذي يعقد تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. هذا المنتدى سيعقد في مملكة البحرين بعد الاجتماع الخاصة بالقمة العربية 33 والتي ستعقد بحضور رؤساء وملوك الدول العربية في مملكة البحرين. ويأتي هذا المنتدى بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية وأيضا اتحاد الغرف العربية والأمم المتحدة. إذا تحدثنا عن أهداف هذا المنتدى فهو يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوى العربي والدولي، أيضا مناقشة الآليات التي ستساهم في تعزيز قدرة رواد الأعمال على الاستمرار في مشروعاتهم في ظل التحديات العالمية وأيضا في ظل متطلبات الثورة الصناعية. أيضا سيعمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لإيجاد فرص عمل للشباب. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، مسجلة ثالث زيادة على التوالي. وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بنسبة 6% إلى 6 ملايين و300 ألف برميل يومياً.